الو، مساء الخير، تفضل. انت على الهواء، من ويانا؟ وليد محمد، تفضل وليد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله، تفضل. سيدي العزيز بلاد احنا عليك. خدمتك، تفضل. رحم الله والديك. بس اريد تعطيني مجال حتى اكمل الموضوع مالتي، لان هاي 3 مرات انا اخابر على القناة ويعني ما لحد الان لا حد متصل بي. موضوعك وين؟ سيدي انا عندي كتاب مال النقل، ادري بالتنقلات متوقفه. نعم. يعني ايه مقدم جاسم؟ نعم. كتاب نقل بديل. نعم. كملت الاجراءات انا وبديلي وتوجه نعم. الكتاب الى وكاله شؤون الشرطه. نعم. اروح للوكاله مال شؤون الشرطه، الكتاب مالتي معنون من القياده لهناك، اروح للوكاله مال شؤون الشرطه يقولوا لي ما صادر نهيج كتاب. نعم. اروح للقياده مالتي اللي انا تابع لها يقولوا لي الكتاب معنون الى وكاله شؤون الشرطه. وليد راح اصير متابعه حاليا، وراح اجاوبك السيد المقدم جاسم، وايضا بالتنسيق مع ملازمون. عندك اضافه ملازمون عمر؟ راح يصير تعليق من ملازم اول عمر، عذرا سيدي لانك عنده معلومه، راح يجاوبك ملازم اول عمر باعتباره انه ممثل عن وكاله شؤون الشرطه. تفضل ملازم اول عمر. مساء الخير اخ وليد. سيد العزيز وعليكم السلام. اول انت ذكرت قلت ما حد اتصل بي وانا بنفسي اتصلت بيك، صح؟ صحيح سيدي. وش وطيتك رقمين كتاب وتاريخ من وكالتنا صادر، صح لو لا؟ سيدي ما اسمعك زين، بس اعطيني مجال. جاوبني راح اسالك وجاوبني. اعطيتك رقمين تاريخ كتاب لو لا؟ لا ما منطيني رقم وتاريخ الكتاب. انا رديت لك اياها هنا اخ وليد، هاي وحده. الاربعاء شفتني بمقر الاستعلامات مال وكالتنا ووجهتك له المراتب لو لا؟ نعم سيدي موجود وسالت. يعني بعد شو اسوي لك انا؟ الخلل قلت لك انه احنا سيدي صادر عندنا كتاب اولي. نعم. وبعدين احنا ذاتيا مقر الوكاله مسوي له تاكيد. نعم. الاجراء بدون ما يدري هو. بدون ما يدري. تمام. وطيتها رقمين وتاريخ وانا اليوم مفكره ولا يعني الكتاب الاصلي والكتاب المفكره والتفكر. المفكره لو موجوده كان زودت هسه بالرقم والتاريخ، هاي وحده. واجا قلت له تعال توجه لي للمقابلات. نعم. اذا تسمح لي اخ وليد، اذا تسمح لي قلت له توجه لي للمقابلات واجا، وكان سيدي رئيس لجنه المقابلات لواء نمير تحياتنا اليه. ليش لحد هسه ما انحل الموضوع؟ سيدي تعرف احنا بناء على توجيه معالي وزير الداخليه التنقلات يعني امر السيد وزير واجراء كامل. انا مجرد قلت له بس مجرد ترجع التنقلات ان شاء الله اجراءها كامل. اخ وليد اذا كنت تسمعني واذا انت بعدك ويانا على الجو، مثل ما ذكر ووضح ملازم اول عمر مشكورا، انه الامر مالته كامل، اكو امر اصلي صادر واكو تاكيد على الموضوع بدون ما تعلم انت بالموضوع، لكن متوقف الاجراء لانفكاك واستكمال اجراءات النقل الى ما بعد الانتخابات حسب توجيه وامر سيد وزير الداخليه المحترم، باعتبار انه اكو اذا صارت تنقلات راح تاثر على الملاك وعلى اليه الانتخابات وتسبب ارباك. فاللي نتمنى من حضرتك انه تكون انت مطمئن وتحتفظ بالارقام والتواريخ اللي عندك، وبعد الانتخابات ان شاء الله تاخذ استحقاقك والموافقات اللي صادره عندك. تحياتي لك.